اخويا السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الجيت ديال لي بافيت، الجيت ديال لي بافيت اللي صايبنا حنايا، تيقول لك واش خدام او ما خدامش، كيفاش داير، شنو العبارات، شنو هادي. بون، الجيت هو هذا، هو الجيت عبرنا على اساس دخل 18 سنتيمتر، 18 سنتيمتر تيخرج فيني بحال هكا. هادو هما لي بلي، 3 بلي، جوج ديال لي بور مطويين. المهم دو توت فاسون هنايا عندي 9 سنتيمتر. هذا راه حنايا روباسينا غير بفيرا روباسي عادية، يعني ما فيهاش فيرا، ماشي تيرموكولوز، ماشي فيرا روباسي افابور، هذا غير فيرا روباسي عادية. وحتى التوب سي با لو تيسيو ايديال لي بافيت، ولكن حنا درناه غير كوم اكزومبل باش نوريوكم اكزاكتومون لو ريزولتا ديال هاد الخدمه هادي بالنسبه للناس اللي كيسولوا. بون، هذا هو لو ريزولتا. حاولنا نديرو كثر من داكشي، خدينا طريف وصوبناه على شكل بافيت، صوبناه على شكل بافيت. لي بور تيتسطو هكا، لي بغا يدوبلي لو بور يمكن لو يدوبلي لو بور. هاد الخدمة راه ما فينياش نورمالمون، تقطع خصو يكون تقطع كوريكت، وهذا حنايا غير مانيوال، هذا صايبناه ها الوجه ديالها. انا غنوريكم دابا لو بور ديال هاد الكمامة كي غتجي. انا ما كنشوفهاش، نتوما اللي يمكن لكم تقولي لي ماشي هي هذيك او ماشي هي هذيك. دو توت فاسون هذا هو لو ريزلتا فينال اللي غادي يعطيكم هذا الكيل هذا ان شاء الله. السلام عليكم، كنشكركم بزاف.